وتيرة أكثر وأكثر. رجائي عايد أمامية باتجاه حسن حداد، تدخل وعدى بالكف. الله 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 يا سعيد برجان، الله الله يا سعيد برجان. هدف روعة، هدف ولا بالخيال، هدف سوبر ستار، الهدف الأجمل 2017 2018. وعلى مسؤوليتي سعيد برجان يسجل الهدف الدبل كيك، وسجل الوحدات هدف الأهلي لا شيء. مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، أبو دبل كيك بين مجموعة لاعبين. شو هالجراءة وشو هالتفكير والعقلية من سعيد برجان. كمل الهجمة، تابع، ادركوا يا بهاء فيصل، بمثل هذه اللقطة يحتاج إلى فرحة، يحتاج إلى التعبير، يحتاج إلى الانطلاق. وهدف روعة من سعيد برجان، ومحمد خاطر بالآخر يستقبل هدف، ولكن الأهلي أيضا استحق مثلهم بالشوط الثاني. متحدث عن 46 دقيقة مباراة، أعتقد ترتقي إلى الحد الأدنى من الطموحات. القرشي لمها وحطها، جول، جول وحداتي ثاني. هذا هو التبديل اللي أجراه جمال محمود. يقول لك أنا حطيتها بالعقل، هذا فهد، اسم على مسمى فهد، والتحرك خلف المدافعين والتحضير والهدف الثاني. الهدف الثاني لأدهم القرشي، اثنين الوحدات، لا شيء لفريق الأهلي آخر.